أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا صفحة 21 من كتاب الطالب، الصف الثاني المتوسط. عندنا الصفحة تتحدث عن قصة جلال، جلال ستوري، ناقص تملك، جلال ستوري، قصة جلال. جلال روت ستوري، جلال كتب هذه القصة. For the school magazine، إلى مجلة المدرسة. أريد أن أقرأها quickly بسرعة and answer the question at the end، وأجب عن الأسئلة في النهاية. A true story، قصة حقيقية. باي جلال عبد الله، كتبت هنا المقصود بالباي يعني كتبت من قبل جلال عبد الله. زين. I sometimes have to look after my little brother for an hour or so when my parents go out. يقول I'm sometimes، يعني أنا أحيانا have to look after، ممكن أن يجب علي، have to يجب علي أن أحتني، look after أحتني my little brother، بأخي الصغير، for an hour or so، يعني لمدة ساعة أو أكثر. عندما my parents، والدي، go out، يذهبون إلى الخارج. إبراهيم is 10، يعني إبراهيم عمره 10 سنوات. He is always wants، هو دائما يريد me to play with him، يعني يريد بأن يلعب معي. But I want him to play by himself، لكني أريد منه أن يلعب مع نفسه. One day، في يوم ما، when I was playing computer game، عندما كنت ألعب ألعاب الكمبيوتر، he said again and again، قال لي مرارا وتكرارا، جلال I feel sick، جلال إني أشعر بالمرض. I've got a pain in my stomach، إني أشعر بألم، إني أشعر بألم في المعدة. You always stay that، إبراهيم، you always say، دائما كنت أقول له إبراهيم، there is nothing wrong with you، لا يوجد أي مرض عندك أو أي شيء عندك. I said angrily، وقلت له بغضب، you haven't got pain، أنت لم تشعر بالألم، you are pain، أنت هو الألم. Sit down، اجلس، and watch that video، وشاهد الفيديو. إبراهيم start the cry and an hour later he was settled crying loudly. إبراهيم بدأ بالصراخ وساعة فيما مضت هو بقي يصرخ بصوت عالي. يعني هنا القطعة هاي واضحة، أعتقد هنا القطعة مبينة. جلال يقول أخو الصغير، يقول له شاهد الفيديو، أنت كذاب، ما أدري شلون. وإبراهيم الله هو مريض ويشكي من ألم في معدته، وأخو جلال ما يرضى يصدقه. نعم، give him bag of crisps، أعطاه إبراهيم كيسا من هنا تشيبس بما معناه. But he didn't stop and he didn't eat the crisps، هو لن يتوقف عن البكاء وظل يصرخ. زين، ولن يأكل الشيبس. That he was very unusual، هو كان جدا غير طبيعيا. He was shouted، هو كان يصرخ، at him when he my parents come home، إلى أن أتت والديه إلى البيت. They were very angry، هو كان جدا غاضب. With me، يعني هم كانوا جدا غاضبين مني، أقصد هنا البنس، الأب والأم كانوا غاضبين مني. I was very surprised، كنت جدا مندهشا. When my father called an ambulance،
عندما أبي اتصل بالإسعاف. Something is wrong. يوجد هنالك خلل ما أو هنالك مرض مثلا أو فد شيء. My mother said, أمي قالت, Can you see? ألا تستطيع أن ترى؟ إبراهيم is very pain. إبراهيم جدا متألم. A few hours, ساعات قليلة. Later, فيما مضت, the doctors, الأطباء, took out, استخرجوا إبراهيم's appendix. هنا استخرجوا الزائدة أو الزائدة الدودية أو ما يعرف بالمصران الأعور لإبراهيم. They saved his life, وأنقذوا حياته. I was frightened, إني كنت جدا خائفا. إبراهيم nearly died. إبراهيم تقريبا مات. And it was my fault. إنها كانت غلطتي. I learned a lesson that day. وتعلمت درسا في ذلك اليوم. هنا أعزائي الطلبة هنا القطعة انتهت. بس مو معناها إحنا ترجمنا القطعة سيطرنا عليها. لا. إحنا ترجمة إحنا أنا قلت في دروس سابقة. الترجمة مو دائما هي معناها الطالب راح يستفاد من عندها، وإنما يستفاد الشيء القليل يستفاد، يعني السؤال يعرف السؤال. بس هنا عندنا شنو أهم شيء؟ الأسئلة تجي على هذا الموضوع، وهسا بس نجاوب على ذني الأسئلة، نكمل بقية القطعة ونطرح الأسئلة ونجاوب عليها الخاصة بالقطعة. Which of these lesson do you think Jalal learned? أي من الدروس تعتقد بأن جلال تعلمها؟ الدرس الأول هو You should always believe your brother. يجب عليك دائما أن تصدق أخاك. You should always listen to your brother. يجب عليك دائما أن تستمع إلى أخاك. You should always play with your brother. يجب عليك دائما أن تلعب مع أخاك. You know the meaning of pain. تعني كلمة معنى كلمة الألم. But what do you think Jalal mean? يعني هنا ما المقصود بجلال من قال له أنت هو when he says you are pain. يعني شنو قصد جلال من قال له أنت هو الألم؟ You are pain. هنا أعزائي الطلبة الأسئلة الموجودة على هاي القطعة راح نشوفها. راح نشوف الأسئلة. هنا عندنا جلال السوري، قصة جلال. الأسئلة تجي من الامتحان بهالطريقة هاي. خب ما تجينا ترجمة. هنا مثلا عندنا Does جلال enjoy playing with إبراهيم؟ هل جلال استمتع باللعب مع إبراهيم؟ أكيد No he doesn't. Did جلال say he felt sick a few time or many time؟ يعني هل إبراهيم شعر بمرض جلال فترة طويلة أو قصيرة؟ أكيد ماني تايم فترة طويلة. Did جلال believe إبراهيم was sick؟ هل جلال صدق إبراهيم بأنه مريض؟ No he didn't. كلا. Where إبراهيم have to go؟ أين يجب أن يذهب إبراهيم؟ To go to the hospital، إلى المستشفى. Did إبراهيم die؟ هل إبراهيم توفى؟ No he didn't. كلا. إذن هي هاي القصة، والأسئلة المرشحة يعني تجي على القصة تجي بهذه الطريقة. وشكرا للمتابعة.